الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة هنتعرف مع بعض إزاي نرفع المشروع البحثي لجميع الطلاب بأسهل طريقة. كل التأخير اللي حصل للناس كلها كان بسبب إن الموقع عليه ضغط جامد. تخيلوا لما يكون 1,000,000 واحد بس داخلين نفس الموقع. إحنا بندخل زي ما إحنا شايفين، دي الأيقونة بتاعة برنامج الأدمودو. تمام، بنفتح البرنامج الأدمودو. أنا هعمل هنا كده تسجيل خروج علشان أوضح لكم الموضوع إزاي. احنا داخلين كده، طبعا احنا مسجلين قبل كده، فانا بعمل تسجيل دخول وبكتب هنا زي ما احنا شايفين في الخانة دي رقم كود الطالب وقبليه حرف M O E، والرقم ده اللي انا جبته من الموقع اللي الوزارة نوهت عنه. الباسورد عندك هنا بتكتبه هنا بالشكل ده. انا عشان عندي ولدين عامل لهم الحسابات بتاعتهم هنا ومسجلهم عندي على التليفون. خلاص كتبنا كده، بنروح دايسين عند تسجيل الدخول. دي صفحة الولد، بندوس في اي مكان هنا كده بعيد بتطلع لي الصفحة دي. بيبقى عندي اول حاجة المشروع البحثي زي ما شايفين، المشروع البحثي دي بتظهر للكل. خلاص بنلاقيها فين؟ في الخانة اللي هنا اللي فيها ولدين قصاد بعض، اللي هي دي فصول دراسية. لما بنضغط عليها، لو احنا هنا في المخطط احنا بنروح عند مين؟ عند فصول دراسية دي. بعد كده بلاقي بيظهر لي المشروع البحثي. لو نزلنا كده، انا كنت قايل ان المنصة فتحت ولا لا. خلاص كده المنصة موجودة. بنروح عند كلمة عرض الواجب، عرض الواجب، بنضغط عليها بتفتح لي الصفحة دي. بيقول لي ان هو مستحق يوم السبت، يوم في شهر، يوم 16/5. خلاص احنا بنعمل ايه بقى؟ بنروح عند تسليم الواجب، تسليم الواجب، بنضغط عليها بتكتب الرد هنا، بتكتب الرد في الجزء ده، بنكتب المشروع البحثي وبتكتب اسم ابنك للطالب إبراهيم ، خلاص كتبنا كده كده. بعد كده بنروح عند كلمة ارفق. ارفق دي ان احنا هنحط الملف، بندوس ارفق هنا كده، بتختار من المعرض. طبعا لو انت حافظه بتكون حافظه وحافظ مكانه فين، او بتلتقط صورة مفيش، او ان انت بتكون مخزن. احنا اللي يهمنا ايه؟ ملف من الجهاز او من المعرض. بندور ملف من الجهاز، بيفتح عندي بالشكل ده. انت بتروح الملفات اللي عندك، بنروح عند مكان ما احنا مسجلين، هو هنا الملف اهو، هو ده، انا متأكد من الاسم ده. بنضغط، بنستنى لما يخلص التحميل ده حسب سرعة النت عندك. إيه خلاص الصورة اتظللت كده وجه علامة اكس. لو انت كنت غلطان اتأكد كويس، ده كود الولد. وبعد كده جي فايف ان هو في الصف الخامس. وبعد كده بي دي اف اللي هو الامتداد او نوع الملف اللي انا برفعه بالشكل ده. خلاص واضح اهو، مش لازم اكتب هنا الكود. عاوزين تكتبوه تكتبوه، الموضوع سهل. هو هنا الكود ده معناه اسم الطالب وبياناته وكل حاجة. بعد كده بروح ادوس ارفق، اسف، بندوس اللي هو خلاص كده، بندوس تسليم. تسليم فوق هنا اهي، بندوس تسليم. خلاص كده البحث اتسلم للطالب والموضوع سهل وبسيط، مش محتاج اي صعوبة. طب فين الوصل وفين الكلام ده؟ انا ما شفتش. بقول لك روح هنا تاني عند عرض الواجب. عرض الواجب اهي، كأنك هترفعه تاني. اضغط عرض الواجب، هيجي لك ان انت هتسلم البحث. شايفين؟ كأنك هتسلم مرة تاني. اضغط تسليم الواجب، هيلاقي ان هو خلاص موجود، ان اتبعت اهو مكتوب ولم يقيم. لم يقيم معناها ان المدرس لسه ما استلمش البحث، او ان المدرسه لسه ما رجعتش البحث. بعد كده باذن الله بتلاقوا اولادكم هنا التقييم موجود، ان هو اتقيم. لو انت غلطت في حاجه في البحث تقدر تدوس على علامه الاكس دي
وبعد كده تختار من اول وجديد وتدوس اعادة التسليم. اظن الموضوع بالشكل ده سهل جدا ومش محتاج، وارجو ان كلكم تساعدوا اولادكم في البحث، مش الولي الامر هو اللي يعمل البحث. وربنا يوفق الجميع وبإذن الله الكل ناجحين. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة لما تلاقي للشروحات عشان تدعموني، علشان لو في اي حاجة ما بخلش بيها على حد، وربنا يقدرني ويساعدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.